ولا اي هويتي او هيك. هويتي لابس الولد ده سكت. ليش بتجيب؟ ليش طلع رخصه؟ بحكي له ما بقدر اطلع رخصه. اصفر فيا كيف ليش بتقدر تطلع رخصه؟ طب عايز اطلع رخصه ليه؟ انا بدي اطلع رخصه. انا مين؟ ببساطة ممكن أي جماعة متطرفة ممكن تيجي تمسك عبد الله شراد تحكي له نعطيك كامل حقوقك عندنا، بس تعال شارك يعني تعال انضم لنا. ممكن هسه قوي وأحكي لا، بس في الوقت اللي حيجوني يمكن ما أكون قوي.